اليوم نتوجه في عند الفنان الكبير عمر عسوق اللي أعطى الكثير مدينة سيدي بلعباس، أعطى الفن بصفة خاصة، وكان عضو في الفرقة اللي كانت ترافق المغنيين في الأغنية الوهرانية. سي عمر، مرحبا بك على جو وسنفو ويب تي في. سي عمر، لو نسألك على الأغنية الوهرانية وهذه الطبعة، شتلك ما مشا... شتلك ما شاركتش أو أقصيت وشو هذا، واش يقولنا سي عمر؟ والله هذه مشي أول مرة أنا يقصوني من هذا المهرجان الأغنية الوهرانية. أنا لحد الآن مانيش عارف. بالنسبة للفنانين الكبار، أنا أعود بقول أنا أنا من أجمل الأصوات في الجزائر، يعني يقولوا هكذا. لكن في المهرجان الأغنية الوهرانية أنا مقسيني، ما قلت ما عرفتش علاه، والله لحد الآن مانيش عارف التفسير. هل هو راجع أن أنا عباسي؟ باسكو أنا نظن كذا، ولا السلطور والدم بتاعي أنا من سيدي بلعباس، هذا المكان ما كانش ينطر اكسبليكاسيون. الاكسبليكاسيون اللي راه كاينه، أنا من بلعباس. فنيا، إذا هضرنا فنيا، ما نقدرش انا نشكر روحي، لا ما نقدرش نشكر روحي، ولكن قلت لك كاين فنانين كبار في الجزائر وما يعرفوا السمعه نتاعي، يعرفوا انا قيمتي. اذا نقدر نشارك في هذا المهرجان ولا ما نقدرش. لكن انا سنويا انا مقصي، نطلب من السلطات اللي انا يقولوا بلي جزائر جديده، انا نتكلم على جزائر جديده، وجزائر اللي فيها يعني قيم فنية، ما خلينا من وجهي ونعرفك وتعرفني وكل شيء، أي بركانة هذا. إذا قادر أنت فنان، أنت إنسان فنان، الساحة الفنية راه ليك، وإذا أنت عارف وكل شيء، أنا ما عندي ما نقول لك. دونك خص الناس تراجع نفوسها، وماذا بيا شوف هذا الميساج إذا وصل، يوصل إذا وزيرة الثقافة والفنون قولك بلي سيدة الوزيرة، معالي الوزيرة، الشيء اللي ظهروا لك في وهران مش هذاك هو. هلك سي عسى عمر، هلك علم عن هذا البرنامج تاع هذا الأغنية الوهرانية هذا الأخير هذا؟ ما عنديش علم، ولكن شفت في الأخبار، شفت لمحة عن المهرجان وعلى الفنانين. الحمد لله اللي جات سلامات، خاطر كي كان الفستيفال كانت الناس في سيرسان ضربت الزلزله، والحمد لله جات سلامات. ولكن الفنانين، كاين بعض الفنانين اللي فاتوا ما عندهم حتى يعني مكان في هذا المهرجان، والمهرجان هذا راه مديور لاثراء الاغنيه الوهرانيه. احنا رانا نشوفوا سنويا الناس تعاود احمد وهبي وتعاود بلاوي، ما كانش اللي عنده اغنيه نتاعو، ما كانش نقدر نجي ونتكلم مع هذا الفنانين ويقول لي اللي عنده اغنيه نتاعها وغناها يتفضل. لكن احنا رانا نعاود كيف نفس لا روتين، نفس لا روتين. مادنو سي هذا المهرجان راه نتاع مدينه وهران، يقولوا لنا بلي نتاع مدينه وهران، وحنا سايرين عبابسيه ونقعدوا في مدينتنا. ثم كتشوف في احتكار، ماشي غير احتكار، هذا سي تنبي دو بوفوار من طرف مسؤولين، وعلى راسهم المحافظه نتاع المهرجان اللي الينيور تو من الفن. أنا هذا هو المشكل، مهرجان كيما هذا يسير من طرف فنانين. من هو المسؤول عن هذا؟ المسؤول كاين مسؤولين كثيرين، راهم على كل المستويات كاين مسؤول. لا نرجعوا غير للأغنية الوهرانية. الأغنية الوهرانية كاين وزارة اللي تكلف بهذا الشيء. المحافظ مين؟ المحافظ هو تعينه الوزارة، ولكن على حسب ما نعرف المحافظ يقعد 3 سنين. هذو الناس راهم خلدوا فيها. انا قلت لك بغيت نقول حاجه، يعني في النهايه انا حتى حاجه ما توقفني عن الفن، بالك راهم حاسبين يقدروا يوقفوني ويوقفوا فنانين كيفي، كاين فنانين كبار في الجزائر. انا حتى غير الموت اللي توقفني، وان شاء الله نتمنى الخير لبلادنا، وهاد الناس اللي راهم يعرقلوا راهم مسؤولين عن التعرقيل في هاد البلاد،
ان شاء الله يروحوا. سي بالحبيب، لو نسالوك شويه على الـ على الـ هذا المهرجان الراي المؤخر اللي يندار في وهران، وشنا اقصاء كبير للفنانين نتاع عبد العباس، واش يقولنا سي بالحبيب على هذا الاقصاء، واش يقولنا على اشياء واحده اخرى يعرفها هي؟ شوف محمد خويا، هي اولا دير حسابك باللي صافي دو زون تاع كوفيد، الناس ما خدمتش، اون بليس تسمى صدي كاع لي زارتيست لي شونتور دو راي كانوا يقراو في هذا الفستيفال. من يجي الفستيفال بروغراماسيون ما كانش صوت من الاصوات ولاد سيدي بلعباس، كاع لي راي تاع بلعباس ما كانش. اي سي بيزار، سي بيزار، وما لقيناش تفسير. شتنا البروغراماسيون تاع لي شونتور اللي فاتوا في الفستيفال، مي انا الحاجه اللي زعما ما فهمتهاش ايضا، كاين بعض الفنانين نحترمهم على كل حال، ونحترموا اذواقهم، ونحترموا كل الميولات تاعهم الفنيه، لكن الفستيفال دو راي بور لي رايمان، تغني الاندلس، تغني حاجه اخرى، تغني العاصمه، تغني دبر راسك، عندك صوالحك، عندك لي كولوار تاعك، عندك لي فيستيفال تاعك. بصح الفستيفال دو راي بور لي رايمان، بور لي شونتور دو راي. والاقصاء هذا جاء شبه كلي، نظن انا هو تقريبا الاقصاء كان كلي، حتى في وهران، حتى في وهران، وكاين لي شونتور كيما باغ اكزومبل ندو على سبيل المثال سيدي احمد الهندي، تاني ماشي بروغرامي. اي سي بيزار، سي بيزار. الفيستيفال دو راي كان هنا في بلعباس، بون طلع باسكو قال لك كوت ديفوار لي جو ميديتيرانيا تا 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 اكسيتيرا بور لو توريست، بور معليش بور لو بيان تاع لالجيري. ما كان دوك كي تكلمنا على المديريه تاع الثقافه، حنا المديريه تاع الثقافه وكان نهضروا تقول لك باللي الفيستيفال عندها كوميسير، دونك تسمى الهضره مع الكوميسير مع المحافظ، عرف هذا المحافظ اللي ابن مدينه، نقدموا له ابن مدينه بلعباس، وخص الفنانين، هو يعرف الفنانين تاع بلعباس ويعرف ما واش مدول للفن الرايوي. سي بالحبيب، وانت تشوف في هذا الاقصاء المر، واش تقول لنا، واش هو النداء اللي توجه؟ هذا ما قلتلاش تفسير، انا روحي ما فهمتهاش. بصح دونك هنايا راه كاين امورات، كاين مديريه، كاين مديره راه هي على راس المديريه، نورمالمون نشوفوا التدخل تاعها، التدخل تاعها ما كانش، وهذا غريب في الامر، هو اللي زاد الطين بله. دونك حنايا على الاقل، على الاقل اضعف الايمان، دونك الفيستيفال كان فيه 5 جور، حنا نديروا معليش يديروا لوفيرتير 3 جور يديروها في وهران، على الاقل يديروا لا كلوتير كان يديروها في بلعباس، ويشاركوا كاع لي شونتور لوكو هنايا، وتجي تو الموند ساتيسفي. ولا شباب نقول لك محمد خويا، هذا تفسيرها شيء يروح للعنصريه ولا الجهويه. فنان واحد عباسي ما كانش، واللي دايرينه محافظ عباسي، شبه عباسي، ماشي عباسي، شبه عباسي، ما خلطوش، مش عباسة، خاطر عباسة رجال، شبه عباسي. ما تلغاش حتى الفنان، فنان واحد ما تلغاش، ما تحضرش، ومن البروغرام والبرنامج من الوزارة جايب لي في سيدي بلعباس، بانت لا عنصرية ولا جهوية ولا ما فهمنا والو، اللي ماشي فنان راه فنان، والفنان راه مجمع، ما فهمناش كاع، مانيش عارف في الحية كاع راه تمشى. شكرا، اولا سعيد بهذا اللقاء مع قناتكم المعترضه، اللي اكيد هي اعطتنا الفرصه انه توصل لنا انشغال الفنانين، اللي يعني مجموعه اللي راهم يعني حاسين انفسهم انهم اقصيوا او مشوا، لا ابدا، يعني هذه الدوره هي دوره استثنائيه في مدينه وهران اللي هي مدينه جزائريه، هذا برنامج الدولة الجزائرية، برنامج الحكومة والسيد الرئيس. فمهرجان الراي تنقل استثنائيا إلى وهران فقط، إن شاء الله السنة القادمة سيكون يعني بحلة جميلة وحلة أكثر بهاء
في مدينته في بلعباس يكون مهرجان راي، وكل الفنانين ندعوهم من خلال هذا المنبر باسم السيدة الوزيرة وباسم كل قطاع الثقافة والفنون على أنهم يكونوا فاعلين، يكونوا شركاء، يكونوا معنا. رايحة تكون الفرصة أكيد. ممكن ما نقدرش نجاوب على السؤال لأنه محافظة المهرجان هي اللي عندها البرنامج وعندها عدم المدعوين. أكيد لا، إرضاء الجميع غاية لا تدرك، ما نقدروش نرضو الجميع. فنظن أنه ما هوش تهميش فقط، ولكن هذا السنة ما كانتش فرصة لبعض من الفنانين. السنة القادمة إن شاء الله تكون الفرصة لهم ويشاركوا، وهذا مهرجانهم، والثقافة هي ثقافة الفنان الجزائري، هو المبدع، هو الفاعل. وزارة الثقافة هي الوعاء، هي الغطاء، هي المرافق لهذه الفنانين. احنا نفتحوا كل الأبواب، مرحبا بهم، حتى مرحبا بالأفكار، حتى بالانتقادات أكيد. فمن الانتقاد نراجع نفسنا، ومن الانتقاد رايحين نتطوروا إن شاء الله. فنقول لهم الفنانين هذو لا ما تحسوش روحكم راكم ممشين أبدا، لا يقصى، لا يقصى أحد. سنقوم بعمل التقييم إن شاء الله، وكل فنانية في بلعباس فرصة القادمة إن شاء الله سيكونوا هما النجوم المهرجان والطبعة القادمة.